كقرص الشمس فوق سحابي، متوهج بضيائه الخلاب. جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب. جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب. أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا بالأمس إن قصة إسلام عمير بن وهب رضي الله تعالى عنه دليل على أن الكافر يمكن مهما كان، مهما بلغ من الحقد، مهما بلغ من الزندقة، مهما بلغ من التأجج على الإسلام، يمكن أن نغيره إلى حالة أخرى وأن نجعله واحداً من دعاة الإسلام. عمير بن وهب أسر ابنه في بدر ونجا من سيوف المسلمين في تلك المعركة، وجلس مع صفوان بن أمية في الكعبة وقال: لولا ديون علي لا ذهبت فخلصتكم من محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا أكفك المال والعيال وغير ذلك، فاذهب إلى مهمتي. قال: أمر عمير بن وهب بسيفه فشحذ وسقي سما حتى إذا ضرب أن يسري السم لا سمح الله في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا براحلته فأعدت وقدمت له، فامتطى مدنها ويمم وجهه شطر المدينة وملء برديه الضغينة والشر. بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قد يقول القائل: يعني هذا كافر، كيف سيدخل على المسلمين؟ قطعا يريد الشر. لا، هو عنده مبرر، المبرر أن ابنه أسير وهو جاء ليفتدي ابنه، فعنده هذا المبرر فيلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام فيعمل على اغتياله والعياذ بالله. قال: فلما غدا قريبا من بابه أناخ راحلته ونزل عليها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك جالسا مع بعض أصحابه قريبا من باب المسجد يتذاكرون بدرا وما خلفته وراءها من أسرى قريش وقتلاهم، ويستعيدون صور بطولات المسلمين من المهاجرين والأنصار، ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر وما أراهم في عدوهم من النكاية والخذلان. فحانت من عمر التفاتة ويحكوا: الله أكرمنا، نصرنا، كم شفت كم واحد من رؤوس الكفر قتلناهم، خسرنا فلانا لكنه ذهب شعب. يتذاكروا، حدثت التفاتة هكذا، فوجد عميران وقد اقترب من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحانت من عمر التفاتة فرأى عمير بن وهب ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه، فهب مزعورا وقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب. طبعا نحن عم نتكلم قبل اسلامه، فننقله ننقل العباره كما جاء. والله ما جاء الا بشر، لقد ألب المشركين علينا في مكه. هو كان يؤلب المشركين، كان راسا من رؤوس الكفر، وكان عبئا وكان عينا لهم علينا قبيل بدر. يعني أنا عيوني ما كثير عم ساعدني. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا حوله. شوف، هذا مسمين نحن النظرية الأمنية، الحس الأمني. لاحظ معي، هذا كان عبء وكان عين وكان يؤلب علينا، فيرى عمر أنه ما جاء لخير، فاجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحلقوا حوله وانظروا إلى هذا الرجل. ماذا يعني حركته؟ بده يمديده على سيفه. هذا يعني عندنا، ذاك اليوم جلست مع انسان متخصص فقال لي: عندنا في الاسلام ما يعرف بالنظريه الامنيه. خلاص الوقت؟ نص دقيقة.
طيب قال فهب مذعورا وقال ما ذكرته لكم، ثم قال لجلسائه انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا حوله واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث المكي. ثم بادر عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفا وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه السلام أدخلوا عليه، أدخلوا عليه، هنا تظهر النبوة الآن مدنا دائرة الإنسان هنا. فأقبل الفاروق على عمير بن وهب وأخذ بكلابيبه سيدنا عمر وما أدراك ما عمر، وطوق عنقه بحمالة سيفه ومضى. تعالى ألف ديك النبي صلى الله عليه وسلم تبانا. طيب ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني هذا يعني عدو وجاء يحمل السيف والناس خارجين من معركة وفيها أرواح وفيها دماء. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال قال لعمر أطلقه يا عمر، فأطلقه. ثم قال له استأخر عنه، بعد عنه، فتأخر عنه. ثم توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن وهب وقال ابن يا عمير قرب شوي. فدنا وقال أنعم صباحا، وهي تحية العرب، من اللي قال أنعم صباحا؟ عمير في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام وهو تحية أهل الجنة، نحن أمة السلام يا أحبابنا. فقال عمير والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا وإنك بها لحديث عهد. أنا شيخ زكي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام وما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم يريد ابنه فأحسنوا إلي فيه. قال فما بال السيف الذي في عنقك؟ قال عمير قبضها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم اصدقني ما الذي جئت به يا عمير؟ قال ما جئت إلا لذاك. هنا يعني أنا أريد أن أصل وأقف أعمل موقف قضية النبوة. قال ما جئت إلا لذاك. قال عليه السلام بل قعدت أنت وصفوان ابن أمية عند الحجر فتذاكرت ما أصحاب القليب، القليب الحفرة التي دفن فيها قتل المشركين في بدر من صرع قريش، ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. هذا الكلام بده شرح، بس أنا حوقف هون. انظر إلى النبوة، هذا الموقف الذي لم يكن يعلمه أحد إلا الله وعمير وصفوان هو الذي أدى بعمير إلى أن يدخل في الإسلام. فذهل عمير لحظة ثم ما لبس أن قال أشهد أنك لرسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله البيت والأصحاب. يكرم بآل البيت والأصحاب. جيل كقرص الشمس فوق سحابي متوهجون بضيائه الخلابي.